السلام عليكم. السلام عليكم. من اين تخلفه؟ من باب عمر. من باب عمر. شو جابك لهون لكان؟ جابني الموت، جابني من رسام اسد ارهابيته. بيتكم اللي باب عمر شو صار فيه ليش؟ راح اعدام. لا حول ولا قوة الا بالله. الاولاد اثنين استشهدوا، والله لا يمسك يا مستر. كم ولد عندك؟ اثنين عندي. الله يخليك اياهم يا رب، الله يحفظهم. طيب. رسام الاسد الله يفضح حظه. امين يا رب. امين. وشنو عم تدبروا حالكم هون في كهف؟ عايشين للموت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بابا عمر عم اقول له انه في ارهابيين عم يطلعوا ارهابيين مدافع وهاون وامن شبيحة. لا حول ولا قوة الا بالله. في كهرباء، في مي، في حليب. لا مي، لا خبز، لا اكل، لا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. شامل الاسد. عندك ولدين استشهدوا؟ ايه. شو اعمارهم؟ واحد عمره 24 وواحد عمره 30. لا حول ولا قوة الا بالله. عين